وبالتأكيد لنا سيكون لقاءات أخرى قريبة، و سيكون ديدنها الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام والمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية للمواطن الأردني. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقوم ببحث الإطار المؤسسي والتشريعي لإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وستقدم هذه اللجنة مرئياتها ومطالعاتها ليصبح هذا المجلس حقيقة ناجزة وليعمل بحول الله سبحانه وتعالى في فترة أقصاها شهر إلى شهر ونص. المواطن الأردني هو الشريك الذي سيمكننا من التغلب بإذن الله على هذا الوباء من خلال الالتزام بتعليمات السلامة العامة وتعليمات الوقاية والتباعد، وأيضا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع الوباء، وإنما فيما يتعلق أيضا بالبرنامج التنفيذي الذي ستقدمه والتزمت الحكومة بتقديمه خلال 100 يوم إلى المقام الملكي السامي لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج التنفيذي وفق مدة زمنية محددة وأدوات قياس